حنوعدكم مع نيتشر، واليوم عندنا موضوع جديد مع مارك بيروتي. بدنا نحكي عن الخريف، اذا فينا نقول الوراق يلي ملونه بالنباتات. صباح الخير مارك. هاي ستيف، بدنا نحكي عن انه الخريف بس بطريقه انه الثانيه، يعني مش انه النباتات يلي رح يغيروا الوانهم بالخريف. الناس يلي بحبوا يكون عندهم اوقات بالجنينه مثل اذا بدنا نقول خريف دائما يعني، وخاصه لما اوقات نحن بنجيب نباتات على الجنينه، اوقات بننقي مثلا نقول اورتانسيا او هيك لانه بنحب زهرتها، بس بننسى انه بس بزهره هالقد لشهرين، فهيدا بخلي انه اوقات كثير من الاشخاص بينفقسوا بالشتله اللي جابوها. ففي الحاله الثانيه لازم نسال قبل ما نشتري، مش بس دائما لازم نسال، لانه نحن بننقي دائما البلانت باحلى استاد هي فيه، بس ننسى انه النبته كثير بتغير كل السنه. فمشان هيك اوقات في اشخاص بحبوا انه يخلقوا الالوان بالفياش تبع النباتات باوراقهم، وفي كثير نباتات بضلهم ملونين كل السنه، يعني بس عم نحكي اكيد عن ساعتها عن اللون تبع الورق، ما عم نحكي هون عن لون الزهره. هلا احنا كنا عملنا حلقتين قبل عن نباتات الاوقات اندور اوقات برا، اليوم رح نعمل شويه بالجبل شو فينا نحط، ونرجع نفرج شجر كمان بلون. هلا بس رح حط على السريع كم صوره سريعه لنذكر لانه شو اللي شفناه هذيك المره. فرح نبلش هون انه كيف يعني نخلق رماده مثلا بالفستوكا، فرجينا الالترنانتيرا، فرجينا ايريزين لانه سالونا كثير عنهم كمان. فهو كنا عم نحكي عن مثلا الكوليوس يلي بيجي كل هالالوان منها، وهول ستيفاني كل الوقت فيك تخلقي كل هالالوان، يعني ليك مثلا بهيدا في كل الالوان. وقد ايه وقت بزهره؟ كل السنه، كل السنه مش بزهره، الورق تبعهم مثل ما كنا عم نحكي. مثلا هون في عندنا الكورديلين عم نشوفها كمان، او حتى مثلا كنا مفرجه يعني في كثير منهم اكيد حمر، يعني هول نباتات بيقدروا يعيشوا على الساحل، في منهم على الجبل اكيد مثل اللي عم نحكي هون، بس هول نحن فرجيناهم هذيك المره يعني كنا عم نحكي. فاليوم تعبالي نحكي، هلا يمكن ما تحب الصوره قد ما فيها الوان، بس لا حلوه كثير، بس انه الفكره هي انه هالالوان كلها اللي عم نشوفها فينا نخلقها باصغر، بس اكيد بنباتات ثانيه اذا عندنا نحن جنينه، وخاصه بالجبل، لانه بالجبل البلانت فيها زهره وقت شهر شهر ونص، فاذا ما عندنا هالكومبوزيسيون ما بيطلع الجاردن حلو. فكيف فينا نعمل نحن اكيد هالاساس؟ فينا نعملها كنا عم نحكي بالكونيفير هذيك المره، عم نفرجي الالوان كلها يلي بنقدر نخلقها، يعني هون بتلاقي مثلا في السابان بنسميه سابان بلو، قدام في الجونيبرس اللونها على اخضر، في التويا اللونها هيك على اصفر، اكيد في انواع الارز كله، يعني في كثير هيك من النباتات يلي عاده بنقدر نحطهم هون يعني بهالمطارح. فاليوم رح فرجي كمان قصص للجبل بس غير، يعني اول شيء رح فرجي الاسر يلي هي كثير حلوه كمان، يلي هون عم نشوف كيف نقدر نخلق كل هالالوان، بس هون اكيد بالاخر بدها تهر الورق، يعني نحن هون مزبوط. وفي عندنا نبته ثانيه كثير حلوه بلبنان يلي اوقات الاشخاص اذا طلعوا عليها انه بفكروها انه هيدي كمان قاصر. هلا هي منا قاصر، كيف بنعرفها؟ بنعرفها من هيدا الفواكه اللي عم نشوفه نحن هون قدامنا يلي هو بيكون هيك، يعني لما بنلاقي هيدي النبته دائما لازم نقول ليكويد امبر. اوكي. وهيدي النبته ستيفاني بتقطع بكل هالالوان، ليك شو حلو، يعني بتقدر تكون جان، بتقدر تكون احمر، بتقدر تكون خضراء، وكثير مقومه للجبل، يعني بتقدر تعيش بلبنان لما يكون في ثلج. بتعطي منظر بياخذ العقل. 100%. هلا بعد النباتات الثانيين عندنا الكوتينوس يلي كمان رائعه، يلي هي ما فرجيتنا شيء بشع على حديد هذا. هو هذا الهدف، هذا الهدف. كلهم حلوين. وفي عندنا كمان مثلا البرونوس كمان هون عم نشوفها، يلي كمان نبته كثير كثير حلوه بتعقد. فهلا رح فرجي قصص ما بنعرفهم كلنا، مثلا هون الفران يلي هي بنشوفها هيك نحن لما تكون كبيره، بس بعدين هيك كيف بتصير، يعني عم نحكي عن شغله كثير كثير حلوه. وكمان هي الفكره دائما الكومبوزيشن، يعني هلا قبل فرجينا قصص بدالها صغيره، اليوم عم نحكي عن قصص رح تكبر وتقدر تكون اكيد هيك. يعني هلا بعدين عندنا كذا نوع من النباتات الحلوه، هيدي البولو، يعني بلبنان يلي بحب يكون عنده هيدا الشجره لازم يقول له لصاحب المشتل بدي باتيولا. مزبوط، يلي اسمها البولو، يلي التيش تبعها كثير حلو لانها رماده، وبعدين ورقها بلون بصير كمان هيك اورانج على احمر، بيعطي الالوان حلوه كلها. يعني هلا كمان اللي بيروحوا على فرنسا بشوفوا كثير بلانت اسمها بنسميها اياسكيوليوس او بنسميها مارونيا، يلي هي مثل الكستنا، بس هيدا نوع الكستنا يلي ما بيتاكل، يلي هي هون عم شوفهم كيف قدامنا، يلي بتعطي كثير الوان كمان حلوه كمان بالفياش تبعها. هلا نبته كثير حلوه يلي تقلي كمان هون عن اسمها كيف خلق، بسموها هلا اسمها حلوه الشجره، هيدي اسمها جينكو بيلوبا،
هي اللي كثير معروفه لانه صح. في كثير اشخاص بياخذوها للالزهايمر والباركنسون وخبار والميموار وهيك. اللي ما بنعرفه هو انه هيدي النبته بنسميها كمان بالفرنساوي لا بلانت او 40 ايكو او 1000 ايكو. ليه؟ لانه بشبهوا هيدا المنظر وخاصه هيدا المنظر كانه في شيء 40 ليره ذهب او 1000 ليره ذهب على الارض. قد ما بتصير الوان حلوه وبلبنان الجينكو عم نزرعها اكثر واكثر كمان يعني هيدا شغله يعني كمان عم تصير عم نشوفها بكثير مطارح كيف عم نقدر نزرع هالنباتات اكثر. بعدين في وحده من البلانتات اللي كثير حلوه رح تتفاجئي لما افرجيكي عن قريب لانه لما تطلعي يعني الصوره مش مبين لانه ما بنعرف انه هون عم نحكي عن بلانت اللي هي نوع سنديان. يعني السنديان نحن بنعرفه اخضر بس في نوع سنديان بلبنان كمان موجود ليك ورقته شو حلوه يلي بنشوفه كثير بالديكوراسيون. هيدي كمان بلانت يعني ورقتها كثير حلوه اسمها كويركس روبرا اكيد للي كمان بهمهم انه شو البلانت هيك. هي بعدين عملت سلكشن صغيره للاشخاص بحبوا يكون عندهم بوردور بس كمان تا يسيجوا بس كمان بألوان حلوه. ليك شو مهضومه هون البربريس اسمها يلي بلبنان كثير قويه بتقدر تعيش كمان على الساحل وكمان على الجبل. بنشوف كيف شكلها ولما الواحد يطلع على ورقاتها الورق كثير صغير في شويه شوك وفيها كل الالوان من الاحمر للموف وبتعطي مثل حبوب كمان العنب. شفت اذا واحد بيعرف كيف يحطهم كلهم سوا بيقدر يخلق يعني بالورق جو كثير حلو. بعدين من اكثر البلانتات كمان بلبنان بنستعملها على السياج وهيدي تنقول انه هيدي البلانت بتعيش على الساحل وبتقدر تعيش على الجبل يلي اسمها الفوتينيا. هون هيدي البلانت بنزرعها بوردور بتعمل بوردور كثير قويه. بعدين اكيد بنشوف كيف بتصير حمراء كومبليتلي يعني بتقطع من استاد اخضر لاستاد احمر قوي كثير مثل بهود الصوره وكمان بتعلب حسب السيزون ولا هيك هي هي ثلاث ارباع الوقت محمره بس اكيد اكثر شيء بتكون تقريبا من بدنا نقول من جوان لحد سبتمبر وشوي لهلا كمان هلا. بعدين في بعض الورق بيكون كثير احمر وفي الورق الجديد بيكون اخضر وبصير يتحول يعني اذا ما من قصه نحن هون عم نشوفها حمراء هيك ايه بدنا نشحل كمان اذا ما شحلناها بتظهر زهره بيضاء حلوه يعني أوكي. كمان بس انه بنشحل اوقات يعني مثل ما بنشوف دائما. بعدين هلا قريبا بنرجع بيرجع في كريسماس وهيدي الهو يلي هي كمان الورق تبعها كثير كولرد يعني في اخضر وفي ابيض بس في شوك شوك صغير يعني اكيد مش انه شوكه هي الورقه شوي مشوكه يعني والهو في كثير الوان منه يعني وفي كثير اوقات منه مثل هون عم نشوفها كيف هي هيدا عم نشوفها منها شوكه كثير يعني حتى في نوع هو من دون شوك بالورقه 100%. هلا كمان بس بعد نقيت كمان بلانت من يلي بعرف شو لانه في اشخاص بحبوا العربيشات هيدي اسمها بنسميها نحن فيني فيرج يلي هي بلانت سريعه جدا يعني اللي عنده مثلا مطرح بده انه يعربش عليه قصص هي اسرع بلانت. الحلو فيها قد ايه يعني قد ايه وقت سريعه كثير يعني بتقدر بسنه سنتين تعبي مساحات جدا كبيره اوكي. الحلو هو هيدا المنظر يلي لما بتلون بتصير كومبليتلي ريد. البشع فيها بيهروا بعدين يعني اوقات بصير هيك في كثير اشخاص بحبه حلو المنظر حلو انا ما عندي مشكل مع المنظر اكيد. وهلا كمان هون كنا عم نشوف اكيد عربيشات شفنا قصصها عم جرب قد ما فيي نفرج السلكشن كله. في اوقات كمان انواع شجر مثلا اذا نحن عايشين على الساحل وبدنا شجره مثل هون الستام تبعها بتكون كلير ومن فوق بتكون عندها شكل حلو يلي عم نشوفها اسمها براكي كيتون سوري الاسامي بس مش انا مالفهم. فهيدي بلانت كمان بتكون خضراء هلا بتحمر وبعدين بروح اوراقها بس كمان بس للساحل بلبنان يعني كمان بنشوفها. وفي عنا نبته كمان يلي بلبنان بنكون عم نمشي بالطبيعه بنشوف دائما شجره الستام تبعها حمراء هون بالجزع يلي هي الاطلب نحن بنسميها كمان بنشوفها كثير عند الفلوريست بلبنان يعني فهيدا يعني انت كمان كيف نحن بنقدر نعمل هالقصص من خلال الستام تبعنا يعني فدونك هون كنا عم نحكي عن الشجر اللي بيعلو. هلا الفكره كمان رح ارجع فرجي الصور كمان من النباتات اللي بيكونوا صغار تنحكي شوي كل وحده وين بتعيش مثلا اللي بحب يخلق هيك منظر بالكوليوس يعني هون او كنا عم نفرجي هول بالاول او حتى هون لازم نعرف انه كثير مهم كيف نخلطهم لانه الالوان كثير مختلفه. دائما لما نكون عم نعمل الكومبوزيشن بدنا نحط مثلا بلانتات اللي بدلهم خضر
يعني اخضر وما بتتغير مثل البيكسوس بيتوسبورم هولي، وهون بيكون الميلانج بقلبهم لنخلق كمان لوميير، لنخلق كمان انه يعني اذا هولي هروا اوقات فيهم بهروا تيضل في شيء اخضر فيها. هلا في اشخاص بيسالوا اذا انا بدي اعمل هذا الشيء بس اندور بقلب البيت، هلا انا جبت البلانت بس نسيت فوتها معي يلي هي عم نشوف هون الكورديلين يلي عم نشوفها على الشمال. هيدا بلانت فيها تعيش كومبليتلي بالعتم، يعني اللي عنده بيت بالستوديو هون بالستوديو بس مطفي ايه يعني قصدي بالعتم، قصدي انه مش بالعتم يعني قصدي بقلب البيت يعني مش انه وفيها تكون برا على فكره بس مي اومبر يعني فاللي ما بتحب الشمس كثير مش هي الفكره، فيها تعيش برا بس الحلو هون هي ليه من ايه لانه هي بتقدر تعيش اندور من دون ضوء كفايه وتضل حمراء، يعني هي اللون الاحمر هون تبعها هي مثل وبس بس في هيدا اللون. هلا الكورديلين في اخضر منها في احمر في كثير الوان بس انا نقيت هيدا لانه هي اكيد بنشوفها كثير. هيدا بالنسبه للكورديلين. هلا كمان نحن بالاستوديو عندنا بلانت كمان حمراء يلي هي ما في هلا بتبين هي ورايا لازم ازيح بركي لتبين يلي هون كمان وحده من البلانتات اللي كثير بتقاوم كمان الضوء القليل حتى بتقدر تعيش برا وما بنسقيهم يعني. هلا بس نقول انه البلانتات يلي بنشوفهم اندور لازم كثير ننتبه على السقايه القليله تبعهم، يعني هي دائما نحن بنحكي عنهم. فرح ارجع بس فاني فرجيك صوره تنفرجي انه شو نحن اللي عم نجرب نحكي عنه، عم نجرب نحكي عن كيف نخلق منظر هيك بس من دون زهور بالفوياج، يعني ملاحظه قد ايه في الوان مختلفه كومبوزيشن حلوه بس بالوراق ايه مش رح فوتنا البلانت يلا هيك بنفرجي البلانت هيك ميرسي فين نفرجيها؟ يلا هيدا الكورديلين اللي كنا عم نحكي عنه هلا اذا تبين تحيها منيحة هيك هون هيدا وحدة من البلانتات اللي كثير حلوين الاندور بتقدر تعيش هون عم شوفها هلا قدامنا وبدها كثير قليل العناية يعني وحلوة كثير ما بعرف فينا بعد نعزبك بشغلة نجيب بعد هيدي الطويلة أكثر ليه الطويلة رح خبرك عنها هيدا بلانت اسمها استرومونت هلا رح نجيبها رح ننزل هيدا كمان كثير حلوة كمان هي اندور الحلو فيها الاسترومونت انه فيها كذا لون فياج لأنه هيدا عندها ادابتاسيون هي بتعيش عادة بالغابات التروبيكال فما هون راحت هيك راحت أكثر يعني حطت كل الألوان فيها إذا بتلاحظها فيها أخضر فيها أحمر فيها أبيض وين بنحطها؟ إذا فينا هلا ناخذها كمان كلوز أب هيك بنشوف قدام ما عليها هيك اليوم عم بيجوا لعنا شتلت ميرسي حلوين أوكي ما بعرف بدك ناخذها هيك لعندي أكثر تبين إيه هون عم شوف كيف فيها كل الألوان ومن تحت حمر من تحت ورقة حمر ومن فوق خضر مزبوط استرومونت اسمها كمان واحدة من البلانتات اللي كثير حلوة اندور وفيها نحطها برا أكيد يعني كمان بس إذا ما بنعرف كيف نزرعها ثانك يو مارك نرجع بنشوفك نهار الخميس نقلها راسك الخميس رح ناخذ اتصالات اوكي مشاهدينا ونجاوب على كم سؤال اجونا على فيسبوك اوكي خبيا مشاهدينا وقفه وبتكونوا مع اتيكيت